إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد ما لها في العمق نور كوكب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد ما ريح نسر بالنسر قد هب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد ما سارت العيس بدن سبسب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينسى، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وكل من للنبي يسحب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد واسله وسهل ما قد صعب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد على البرايا جهان وارحب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد أصدق عبد بالحق أعرب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل
عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأسواب. يا ربي صل على محمد، ما طير يوم نين غنى فأتراب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك تزين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أسفى الأسفياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك من ربي السماء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك دائم بلا
انقضائي السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المقدم في الإمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه. جل جلاله. الواضح برهانه. جل جلاله. المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. جل جلاله. تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. صلى الله عليه. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. صلى الله عليه. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صلى الله عليه. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود. وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع. صلى الله عليه. تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الحق الذي لا تنحصر أفراده بتعداد. صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان. صلى الله عليه. وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا من والى. صلى الله عليه. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان. صلى الله عليه. يعجز عن وصفه اللسان. صلى الله عليه. ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور. صلى الله ما عليه. ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم. بشرت آياته في الذكر الحكيم. صلى الله ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحيي باب قلبي أحيي باب قلبي أحيي باب قلبي أحباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير فجود بواصلين فالزمان مفرق فجود بواصلين فالزمان مفرق وأكثر أمر العاشقين عاشقين عاشقين قصير أعير عيوني أعير عيوني نظرة من جمالكم أعير عيوني نظرة من جمالكم فما كل من يغلي الوصال يعير أمان 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 الأمان آل بيت النبي دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تذلوني فعاد لي حرام ولا تذلوني فعاد
لي حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام ولا تذلوني فعاد لي حرام أنت علمك يا نوح يا حمام تعلمك يا نوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام ولا تعدلوني فعاد لي حرام أنت علمك يا نوح يا حمام تعلمك يا نوح يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام ولا تعدلوني فعاد لي حرام اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده يتعلوه عن أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين بسراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سره تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المسجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه فعطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم صلى الله عليه وسلم للبشر الكريم صلى الله عليه وسلم بالتقديم والتكريم نبت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانخلق البيض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المسعود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في أسلاب الكريمة والبطون، فما من سلط الضمة وتمت عليه من الله إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه لتشرف به موت استقراره وموضع خروجه، وقد كنت القدر الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت خصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والحاب الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم من هذه الحروب لأن يرقم في هذا القرطاس ما هو له وهو لديه من عجائب ذلك النور معروف، إن كانت الأسن لا تفي بوشم إعشاره أو صوب ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويعاً للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأكلام أن شهود خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما عفته من سر أشرف المحلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة وعليه جد تشوق إلى وسميع صافها العظيمة، ولعل الله يقوم به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتوحان بروح ذلك النعيم. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد محمد
محمد خير المرسلين نورك الوضاح مالك الأرواح نورك الوضاح مالك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين جادت سليمة بالوصال لتكرما فسر السرور فسر السرور إلى فؤادي إلى فؤادي وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم في جنة ما شقني من وصفها إلا لك إلا لكون الحب فيه الحب فيها خياما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه مما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودأ في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين. صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم. صلى الله عليه. حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة. صلى الله عليه. سيدتي الكريمة آمنة. صلى الله عليه. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها. صلى الله عليه. وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها. صلى الله عليه. وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا. صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا. صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه. صلى الله عليه. متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد كله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عدفتي هجيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شان والدرج، عطفتي جيرة العالم، يا هيل الجود
والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان الدرج عتفتي جيرة العلب يا هير الجود والكرم وزمان أن تحكمه زال ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان الدرج عتفتي جيرة العلب يا هير الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل من كبل فرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عتفتي جيرة العلب يا هير الجود والكرم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. Pasal yang akan kita baca itu setelah pasal ini kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ucapan kita kepada beliau di dalam mengucapkan salam harus penuh dengan ta'zim, dengan adab, dengan penghormatan agar kita semua pulang dari tempat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengucapkan salam kepada beliau pasti beliau menjawab salam kita. Pasti beliau menjawab salam kita. Pasti beliau akan menjawab salam kita. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan kepadaku atas ruhku sehingga aku menjawab akan salamnya itu orang. Jadi Rasulullah SAW sudah menjelaskan siapa orang yang membaca salam kepada beliau,
pasti beliau akan menjawab salam orang tersebut. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang mendapatkan salam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan berat mulut kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihikayatkan, diriwayatkan an Abi Thalhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaumin was-surur yura fi wajhih. Sayyidina Abi Thalhah berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang suatu hari dan kegembiraan terlihat pada muka suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu waktu dilihat oleh para sahabat saat itu mukanya penuh dengan kegembiraan. Faqalu ya Rasulullah inna lanarassurura fi wajhik. Para sahabat berkata, ya Rasulullah inna lanarassurura fi wajhik. Sesungguhnya kami semua telah melihat kegembiraan pada muka sucimu. Para sahabat lihat Nabi gembira, mereka pun ikut gembira dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami melihat kegembiraan pada muka sucimu. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu atanil malak, sesungguhnya telah datang kepadaku satu malaikat. Faqala, kemudian berkata itu satu malaikat, ya Muhammadu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul, apakah tidak meridhakan kepada engkau sesungguhnya Tuhanmu Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, innahu la yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu alayhi ashra. Allah berfirman, sesungguhnya tidaklah membaca salawat kepadamu seorang dari umatmu melainkan aku Allah membacakan salawat, memberi salawat kepadanya 10 salawat. Ketika kita membaca satu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas salawat kita ini, dibalas oleh Allah 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan berat mulut kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi ashra. Dan tidaklah membaca salam kepadamu seorang dari umatmu kecuali aku membaca menyalaminya, memberi salam kepada orang tersebut 10 salam. Qala bala, maka Nabi menjawab, bala tentu saja ridha. Ini di antara yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya mendapatkan rahmat dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan salawat dan salam dari Allah, yaitu dengan membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat kepada beliau, semakin banyak salawat yang kita bacakan kepada beliau, semakin banyak rahmat dari Allah yang akan kita dapatkan. Semakin banyak kita membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak kita mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi modal kebahagiaan kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Jadi jangan berat untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Syarani mengatakan, fa'alaika ya akhi bil ikthar minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya engkau wahai saudaraku memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati-hati kita ini merindukan Rasulullah SAW. Hati-hati kita dipenuhi dengan merindukan kepada memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salawatnya sedikit, mudah-mudahan berkah maulid ini menjadi orang-orang ahli salawat. Pulang dari tempat ini gemar membaca salawat, mulutnya basah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khuddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yata'arradu lahumuz zabaniyah yaumal qiyamah ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang menjadi khadamnya Nabi, orang-orang yang menjadi khadamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan diganggu oleh malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga petugas-petugas neraka-neraka Allah tidak berani akan mengganggu kepada orang-orang yang hidupnya diisi dengan khidmah kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diantaranya khidmah kepada Nabi? Salah satunya dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita banyak salawat, banyak salam, maka kita termasuk orang-orang khuddamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diganggu oleh malaikat penjaga neraka. Kenapa? Mereka tidak berani ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya keluarkan suaranya untuk mengagungkan, memuliakan habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan mudah-mudahan dengan berkah selawat ini, hati-hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah. Hati-hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah. Hati-hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah. Hati-hati kita yang mati dihidupkan oleh Allah. Hati kita yang gelap diterangkan oleh Allah. Hati-hati kita yang sepi dilapangkan oleh Allah. Hati-hati kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Berkah salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطال الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج ورسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قنا هذا المستور الله عليه ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور الله عليه نورا فاق كل نور الله عليه وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من خواص الأمة يحضر عند وضيه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية صلى الله عليه ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود صلى الله عليه وانفلق صبح الكمال من النور عن عمود صلى الله وبرز عليه الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا إشراق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور
Rul gatajadad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawa Allah alaika fadrabu ya halal mazani fazarul yumni gharad wastadhi'u bi jamalin faghfil حسني تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وين البشرى بسعد مستمر ليس ينفان حيث دينا أطان جمع الفخر المؤبان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يحصره العاد اذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا دا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله جينا يا رسول الله جينا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ارتجي منك الشفا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني
مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من يا الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهدينا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه في جوانه خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكرم أرواح من نبي لقاء مختارا من صلاة صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وعلى محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا نوق سادة يا جماعة سيسر رينك كجارة كتنا مكة مدينة Mugi Gusti ngijabah Istajib ya Allah Na ya Allah Istajib ya Allah Ya Allah يا الله يا مجيب الدعوات يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وعدنا ما قسلنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله
صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum dilanjutkan kepada pasal berikutnya, mohon doanya dari semua jamaah. Salah satu ustadz di Darussalam Pusat akan melaksanakan umrah malam ini, akan berangkat, yaitu Ustadz Ajang beserta rombongan beserta istrinya. Doakan oleh kita semua, mudah-mudahan dari mulai berangkat sampai kembali lagi Allah berikan penjagaan khusus, Allah berikan taufik hidayah untuk selalu melaksanakan kebaikan, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dari mulai pergi sampai pulang kembali, Allah lancarkan, Allah sehatkan zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat yang baiknya dunia maupun akhirat. Bijahi sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Kita titipkan ini jamaah umrah, jamaah ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut sama-sama baca yang akan ditinggalkan oleh yang jamaah umrah, kita baca bareng-bareng doa untuk yang akan berangkat umrah dan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum fi hifdzillah wa kanafihi zawwadakumullahu at-taqwa وغفر ذنوبكم ووجهكم للخير أينما كنتم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم في حفظ الله وكان فيه زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ووجهكم للخير أينما كنتم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم في حفظ الله وكان فيه زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ووجهكم للخير أينما كنتم. Anu bade angkat, tuturkan bismillahirrahmanirrahim. Qabilna alwada'ata innal ladzi farada عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. له دعاء سن yang digabul ijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, fi amanillah. Dilanjut kepada pasal yang berikutnya. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim.
اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء هم بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مجلس الكونين نشور شرر بالأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادة وقبر بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم مولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك لشرف عند الله يعد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم الشفاء رضي الله عنها قالت لما ولدنا من رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فضل ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم صلى الله عليه قالت ثم ألبست وجعت فلم أنشد أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه فسمتك إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه فأسفر ذلك أني ثم أوعدني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه وسمعتك إلي يقول أين ذهبت قال إلى المشرق صلى الله عليه وسلم قال الحديث أني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله عليه وكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه وكم ترجمني السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف إن مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي للصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى لطول رد بظهوره صلى الله عليه وانتشرت في الأقوام لوامع نوره صلى الله عليه فسبقت إلى الرضاء المرضعات وتوافرت الرغبات وأهل الجود حضارة هذه الذات صلى الله عليه ونبذ الحكم من الحضرة العظيمة صلى الله عليه بواسطة السوابق القديمة صلى الله عليه لأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانة سيدته حليمة صلى الله عليه وحين لاحظته عيونها صلى الله عليه وبرز في شأنها من أثار القدرة الربانية مجنونها صلى الله عليه نازل قلبها من الفرح والسرور صلى الله عليه ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور صلى الله عليه وحنت عليه والأمهات على البنين صلى الله عليه ورغبت في تضعه طمعا من في نيل لبركاته التي شملت العالمين صلى الله عليه وطلبت من أم الكريمة أن تتولى رضاعه وحضنته تربية بالعين الرحيمة صلى الله عليه أجابتها بتربية داعيها لمرات من سقيها من حسن التربية ووفور دواعيها صلى الله عليه فترحلت به إلى منازلها مسرورة صلى الله عليه وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة صلى الله عليه وشهدت في طريقها من غريب المعجزات صلى الله عليه ما دلها على أنه أشرف المخلوقات صلى الله عليه وقد أتت وشرفت وضعيفة رجتهما للدواب القافلة يسبقان صلى الله عليه قدرت الشريف الشيم الألبان من محي العقول والأذهان صلى الله عليه وبقينا في حضنتها الزوجية سنتين تتلقى من بركات وعجائب ومعجزات ما تقر به العين صلى الله عليه تنتشر أسره في الكونين حتى وجدوا ملائكة التخصيص والإكرام صلى الله عليه الشرف الذي عمل يسأل بركة الأنام فهو يرعى على النام فرجعوا الى الاضياء الشريف وشقوه وشقوا بدنه شقا لطيف صلى الله عليه ثم اخرجوا من قلبي ما اخرجوه وعودوا فيه من اثر الحكمه ما والعلم من اثر العلم والحكمه ما اودعوه صلى الله عليه وما اخرج الاملاك من قلبه اذى
ولكنهم زادوه طهرا على طهر صلى الله عليه وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفى من سطر قدرة الإله باهر الآيات صلى الله عليه وبلغ إلى مرضيعته الصالحة العفيفة صلى الله عليه ما حصل على ذات شريفة صلى الله عليه وتحوّفت عليه حديث تخشى ولم تدري أنه ملاحظ من ملاحظة التامة من مولاه صلى الله عليه وردته إلى أمي وهي غير سخية بفراقه صلى الله عليه ولكن لما قام معه من حزن قلبي عليه وإشفاقه صلى الله وهو عليه بحمد الله في حزن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقال أولاه مولاه للفضل والإفضال وأسوة المكروب في استباري في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي وسلوة لمعسرين مسكين إذا صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوى ليالي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسكيم سوى قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسكيم سوى فخلي الكونين أنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي
تمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضر بث أهل الباد والحضر سيد السادات من مضر غوث أهل الباد والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرى مرت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرى خير من فوق الدرى أثرى طهير الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فنشاء صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يهفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف صلى الله عليه فكان يشب في اليوم الشباب الصبي في الشهر ويظهر عليه في سباه من شرف الكمال لما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه ولم يزل وأنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة أمره طائعة صلى الله عليه فما نفث على مريض إلا شفاه الله صلى الله عليه ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده وما ظله من سن الشباب والكهولة مدة صلى الله عليه فاجأته الحضرة الإلهية ما شرفت به وحده صلى الله عليه فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين صلى الله عليه فدل عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صلى الله فكان عليه أول ما نزل عليه من تلك الحادثة من جوامع الحكام صلى الله عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله عليه فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حادة الامتنان
إلى هذا الإنسان وجدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلى الله عليه ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم صلى الله عليه من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تهمل العباد الدعوة والتبليغ فدعا خلقين الله على بصيرة فأجابه بلسان من كانت له بصيرة منيرة صلى الله عليه وإجابته سبقت بها الأقضية والأكدار صلى الله عليه وشرف بالسبك إليها المهاجرون والأنصار صلى الله عليه وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين صلى الله عليه وأثبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين صلى الله فظهر عليه فظهر على يديه من عزيم المعجزات صلى الله ويدل عليه على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات صلى الله فمنها عليه تكسير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر صلى وطاعة الله الشجر عليه وانشقاق القمر صلى الله والإخبار عليه بالمغيبات وحنين الجزء الذي هو من خوارق العادات صلى الله وشهادة الطب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك عليه من باهر الآيات وغرائب المعجزات صلى الله التي عليه أيده الله بها في رسالته وخصصه بها عليه من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات صلى الله على نبوته ورسالته من أقوى العلامات صلى الله ومع عليه ظهورها وانتشارها سعيد بها الصادقون من المؤمنين صلى الله وشيكي عليه بها المكذبون من الكافرين والمنافقين صلى الله وتلقاها عليه بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين الجبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولا جاء إلا وبدرها أهلها بالترهيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله والشريف منزلته لديه حتى جاوز سحب الطباق ووصل إلى حضرة الإكلاق نازلت من حضرة الإلهية غوامر النفحات القربية فوجدته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وولدته جميل العباد ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسجد الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان مولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان وتلك مواهب لا يجزر القلم ولا شرح حقائقها ولا تسل الألسن عن تعرب خفي دقائقها
خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يتمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت النظر الناذر ورتبة أنزت على غير سيد المرسلين فحنيئا للحضرة المحمدية ما وجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وما حصل له من الكرامات في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه صلى الله عليه يا رب السامي وما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عنايته فليقابل السامي وماهم لعلي من شرف الأخلاق بأذن واعية صلى الله فإن عليه أوصاف أجمل من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية صلى الله عليه فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من صحيح مثل الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه فإن العناية الأزلية طبعت الأخلاق إنسانية وقامت في صورة حسنة بدرية صلى الله عليه فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الإعداد وله الإعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأت باشر ولا مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم نظر من المعارف علومنا فايس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان مثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزع العيون في حدائق محاسن جمال فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء موجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكان منحط من صباب فيفوت سهل المشي من غير خباب فهو الكنز المتصم الذي لا يتلافى بأوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يرب القول عن وصف يوجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلات أن يكون لها في وصفها مشارك أو كريم كملت محاسنه فلا واحد السناء البدر عند تمام لم يخص فيه ولا تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق صلى الله عليه بما تديك عن كتابته بدون الأوراق صلى الله عليه
عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل والأبد المؤدب على المعنى الجزري، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسريتي به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مدلقا عن زين الوجود. أجمل ذو في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجره ومكانه. أوصاف عز قد على مجدها، أخذت على نجم السهاب عنانه. وقرن ما صدر الكلام في تلوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن نمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن وخدم كما يحسن به التقديم، صلى الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pasal yang akan kita baca yaitu doa daripada Maulid Habsyi, Maulid Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang mana dalam isi doa tersebut disertai dengan tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bersih itu mereka sangat dekat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang akan bersih hatinya jika jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bersihkan dosa-dosa kita semua. Allah hapus segala kesalahan kita semua. Allah ampuni dosa kita semua, dosa orang tua kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua yang baik, yang maslahat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Allah Adam, Nabi dan Rasul, pangkatnya Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat cerdas. Beliau orang yang bersih, tapi beliau tetap bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersih saja hatinya, mereka-mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita yang kotor, yang penuh dengan dosa? Tentu kita lebih butuh bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
doa-doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Walamma nadhama al-fikru min darari lawsafil muhammadiyyati 'uquda. Amin. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'al sa'yi fi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda. Amin. Wa yaktub 'amali fil 'amalil maqbula. Amin. Wa tawajjuhi fid tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsula. Amin. Allahumma ya man ilayhi tatawajjal amalu fata'udu dhafira. وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك. آمين. بأشرف الوسائل لديك. آمين. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة. آمين. مستودع أمانتك وحفيظ سرك. آمين. وحامل راية دعوتك الشاملة. الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر. آمين. في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. آمين. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوز إرشادك لأهل ودادك. آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. آمين. وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. آمين. وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين. آمين. ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين. اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين. وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين. آمين. وتوجهنا به إليك مستشفعين. آمين. أن تقابل المذنب منا بالغفران. آمين. والمسيء بالإحسان. آمين. والسائل بما سأل. آمين. والمؤمل بما أمل. آمين. وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره. آمين. وواله وظاهره. آمين. وعم ببركته وشريف وجات أولاده دنا ووالدينا. آمين. وأهل قدرنا ووادينا. آمين. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. آمين. في جميع الجهات ورعاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة. آمين. ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. آمين. واكشف اللهم كربة المكروبين. آمين. واقض دين المدينين واغفر للمذنبين. آمين. وتقبل توبة التائبين. آمين. وارشد رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين. آمين. وابسل عنا في الوقت الحقيقي بجميع النواحي والأقطار. آمين. وأيد بدين من عينك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار. آمين. واجعلنا يا رب الحقيقي
الحصن الحصين من جميع البلايا آمين. في الحرز المكين من الذنوب والخطايا آمين. وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين آمين. إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين آمين. صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب آمين. الأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن المنسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لحظة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.